السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة هواة تور الزينة. لو لسه أول مرة بتتابعنا، انزل اعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن مقارنة مهمة جدا بين التربية الجماعي والتربية في الإقفاص. وأول حاجة هنقولها التربية الجماعي، هنتكلم عن مميزاتها وعن عيوبها. مبدئيا كده، مميزات التربية الجماعي: أول حاجة زيادة الإنتاج. تاني حاجة في مميزات التربية الجماعي المناعة العالية. تالت حاجة في مميزات التربية الجماعي التوفير في الفلوس. هنتكلم عن أول حاجة قلناها التربية الجماعي وهي زيادة الإنتاج. حضرتك بزيادة الإنتاج قايمة أصلا على إن الطير يبقى صحته كويسة. صحته كويسة يعني بيطير زي البني آدم اللي بيعمل رياضة. كل ما عملت رياضة، كل ما الدم جري فيك في جسمك وبقيت كويس وبقت صحتك عالية. فمبدئيا أول حاجة كده بنتكلم فيها في المميزات زيادة الإنتاج، إنك لو جبت 5 تجواز وقارنت إنتاجهم في الإقفاص بإنتاجهم في التربية الجماعي، فهتلاقي الموضوع في التربية الجماعي مربح جدا وأعلى بكتير. تقدر تربي إيه جماعي؟ تقدر تربي كوكتيل، تقدر تربي فيشر، تقدر تربي روز، تقدر تربي زبرا، تقدر تربي بادجي اللي هو الأسترالي، كل ده شغال. هل في أنواع ينفع أربيها مع بعض أو أقدر أربيها مع بعض في نفس الأوضة؟ أه طبعا، عندك اللي تقدر تربيه مع بعض في نفس الأوضة، الاسترالي مع الكوكتيل مع الزبرة. في انواع ما ينفعش اربيها مع بعض في نفس الاوضه، اه طبعا، عندك الفيشر والروز، او الفيشر مع اي نوع تاني، او الروز مع اي نوع تاني. دي كائنات عدوانيه، عصافير عدوانيه كده، لازم تتربى في مكان لوحدها، سواء في القفص بقى او في التربيه الجماعي، يبقى في غرفه لوحدها. احنا كده اتكلمنا عن زياده الانتاج. نتكلم بقى عن صحه الطيور، اللي احنا برضو نوهنا عنها شوية في الجزء الأول. صحة الطيور، المناعة بتعلى جدا كل ما الطير فرج جناحاته واتحرك. فتخيل انت حاطه في أوضة 3 في 3 وعامل له بقى مطالع وعامل له سلالم وعامل له حاجات من دي يطير عليها وخشب على مستويات وكده، فالدنيا تبقى معاك إن شاء الله جميل. نخش على تالت حاجة وهي التوفير. فالتوفير في فلوس وفي المجهود. التربية الجماعية توفير في الفلوس، في تمن الإقفاص والوقفات والمساء والمأكل لكل جول. انت بتتعامل في التربية الجماعي انك عندك مسأة واحدة مأكلة واحدة. تاني حاجة برضو نتكلم فيها في التوفير، التوفير في المجهود. بدل ما بتنظف ل10 أو 15 جوز، انت بتنظف أرضية مكان واحد، تنظف وقفة واحدة، بتنظف مأكلة ومسأة واحدة. بتيجي تحط الأدوية والفيتامينات بتحطها في مسأة واحدة، بتعمل خلطة بيض بالبرسومات أو بتعمل أكل طري في مأكلة واحدة. فده موفر جدا في الفلوس وفي المجهود. نخش بقى على عيوب التربية الجماعي. وأكبر عيب بيواجهك عدم السيطرة على الطفرة. يعني إيه عدم السيطرة على الطفرة والكلام الكبير ده؟ إنك حضرتك لو حاطط كوكتيل لاتيني مع ألبينو مع إيزابيل مع حبشي مع فرنساوي، ما ينفعش الكلام ده كله، هيطلع لك ناتج سلطة. حتى لو أنت مجوزهم لبعض وطيرتهم في الأوضة، هيفكوا كل عصفور هياخد الدكر اللي يعجبه، أو كل إنتاية تاخد إيه؟ كل إنتاية تاخد دكر اللي يعجبها، أو كل دكر هياخد إنتاية بتعجبه. فده أول عيب وأهم عيب، عدم السيطرة على الطفرة. تاني عيب، في طيور ما تنفعش تتربى مع بعضها، زي ما احنا قلنا في الاول الفيشر والروز، لان هما لو طيرتهم ربيتهم مع بعض هيطلعوا عصفور اسمه بغال، ده ملوش شعر لانه عصفور عقيم ما بينتجش. ولو ربيت الفيشر او الروز بقى مع كوكتيل او استرالي او زبرة، فده هيبهدلهم عض وهيشمبر لك العصافير خالص وهيضيعها. يبقى دي ده عيب التربية الجماعي التاني. تالت عيب بقى الامراض. خش بقى حضرتك كده على الامراض. الامراض بتنتشر في التربيه الجماعي بسرعه الصاروخ لو انت مش لاحق نفسك. يعني عصفور عطس ما لحقتوش النهارده، شكرا، لو سبته في مكانه لازم تعزله على طول، تعزله وتدي رفع مناعه للباقيين. يبقى كده احنا دخلنا على نقطه عدم السيطره على الطفره واتكلمنا عنها واتكلمنا عن انتشار الامراض. نتكلم بقى عن تالت حاجه، ان هو في عصافير بتيجي ما بتبقاش على طبيعتها العاديه. يعني مثلا ممكن ذكر بيبقى كل همه ان هو كل ما ذكر يكسر نتايج يقعد يزقها. فبرضه التربيه الجماعيه بتحتاج ان انت تتابع وتبص. الجوز اللي عندك اللي تلاقيه مش ظابط او بيخش يبهدل في العشوش، ده بتشيله خلاص، تبيعه او بتخلص منه او بتحطه في قفص. هو لو جوز كويس هتحطه في قفص هيشتغل معاك تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مميزات وعن عيوب التربيه الجماعيه. قبل بقى ما نروح لمميزات وعيوب التربيه في الاقفاص، فانا احب افكرك انك لحد دلوقتي لسه ما اشتركتش في القناه، انزل بقى اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
واعمل شير ولايك للفيديو عشان نوصل لنطاق اكبر وناس كتير تستفاد من الكلام اللي احنا بنقوله. وحاول اي حاجه تحتاجها حطها في التعليقات، عايز تسال على حاجه اسال في التعليقات. في موضوع النهارده كمان انا مستني منكم ردود في التعليقات، انت اتفرجت دلوقتي، انت ربيت جماعي او ما ربيتش، او انت ناوي تربي جماعي او مش ناوي تربي، او بعد ما شفته هل الفيديو غير وجهه نظرك؟ تابعونا في التعليقات واحنا هنشوف التعليقات اللي انت هتحطها وهنرد عليها ان شاء الله. نخش بقى على موضوع التربيه في الاقفاص. التربيه بقى في الاقفاص ليها مميزات برضو حلوه، اهم ميزه فيها انك تقدر تستخدم نفس الاوضه لتربيه اكتر من نوع، سواء شرس او غير شرس. يعني تقدر تربي في نفس الاوضه كوكتيل، استرالي، روز، فيشر، زبرا، كناريا، حسون، اي حاجه شغاله بكل طفراتهم طبعا. تاني حاجه تقدر برضو انك تسيطر على الطفرات، بمعنى انك هتشغل عين هتحط فيها تركيبات ريمبو تنتج ريمبو، عين تانية هتحط فيها دكر انجليزي مثلا مع انتهى استرالي عادي تعمل انصاص، او دكر انجليزي مع انتهى فلل عشان تعمل فلل احجام اللي كلنا بنشتغل على الموضوع ده. يعني عايز تعمل برضو شكر برصاص هتجيب تركيبات وتشتغل، تبقى انت واثق بنسبة كبيرة ان شاء الله طبعا ده بعد توفيق ربنا انك حطيت الاتنين دول هيدوك الانتاج اللي انت مستنيه. تالت حاجة بقى السيطرة على الامراض. عند حضرتك انت بتتعامل مع جوز العصافير على ان هم جوز عصافير في عين مش وسط مجموعة، فلو حاجة جالها برد، حاجة جالها اسهال، حاجة عايز تعالجها معوي مضاد حيوي، فانت هتتعامل مع الجوز بس. فانت وفرت في ادويه بدل ما تدي لكله، وفرت في مصاريف، اشتغلت على الجوز بس، عزلته ونضفت العين اللي هو فيها، خلاص كده الدنيا الحمد لله يعني في البيئه هتلاقيها تمام. تالت مميزاته برضو، تالت مميزات الاقفاص اللي لازم تتعامل معاها بحذر، الاقفاص ما ينفعش تجيب قفص مقاسه صغير. في قفص طالع دلوقتي في السوق كوميديا علبه سردين 20 في 20 في 30، ده فكك منها ما تستخدموش. اول قفص تتعامل معاه من فوق ال 40 سنتي وانت طالع، 40 سنتي وانت طالع ده تمام. اللي هو بتاع الروز والفيشر ده تستخدمه الاسترالي العادي، انجليزي بقى فيشر روز دول هتستخدمه في قفص الكوكتيل. ولو في جنبك مصنع زي ما هو جنبنا هنا احنا بنطلب منه مقاسات معينه اللي هو 50 و60 سنتي بيعملوا لنا، ده اللي تحط فيه كوكتيل، او انت هتتعامل بالقفص بتاع الكوكتيل بس تجيب اكبر مقاس تحط فيه كوكتيل، تجيب بيضات كبيره هتاخد منهم اعلى انتاج. ويبقى احنا كده اتكلمنا عن مميزات التربيه في الاقفاص. نخش بقى على العيوب اللي هو اول واحد فيها التكلفه العاليه، لانك لو عندك 10 تجواز محتاج 10 عيون، 10 بيضات، 10 وقفات، 10 ماكل، 10 مسائي، خلاف الاطباق اللي انت هتحطها فيهم هتحطلهم فيها الاكل الطري. دي حاجه. تاني حاجه برضو من العيوب المجهود البدني اللي انت بتعمله، انك بتشتغل على 10 عيون بدل ما بتنضف مكان واحد، بتنضف 10 مآكل، 10 مسائي، 10 رتراج، انت بتتعامل معاهم 10 عصافير، 10 تجواز عصافير منفصلين ب 10 ابواب، فمجهود بدني عالي. تالت حاجة لازم زي ما قلنا في المميزات التليس اللي مشكلة المقاس، هنتكلم في العيوب عن التليس ومشكلة المقاس. مقاس القفص مهم جدا لازم تتعامل معاه. طبعا هنحط لك فوق هنا في علامة الاي فيديو عن التليس وشرحه وازاي تتعامل معاه لو ظهر عندك. مشكلة التليس دي بقى لو انت ما وصلتلهاش، لو انت ما اتعاملتش في مقاس القفص كويس، هتلاقي عندك الجوز شغال دكر كويس نتايج كويسة، الاتنين قد الديك الرومي بيكسروا ما بيبيضوش. ليه عندهم تليس اللي احنا قلنا عليه واللي احنا هنشرحه لك في فيديو ايه مخصص اللي هو ظهر في علامة الاي دلوقتي اللي هو فوق، وهتخش تشوفه تاني هتعرف منه كل اللي احنا بنتكلم فيه. هتربي في قفص يبقى لازم تبقى فاهم يعني ايه مساحة قفص، لازم تبقى دارك انت بتربي ايه وهتربي فين. يبقى احنا كده شرحنا القفص والتربية الجماعي من الالف للياء. كده انت عرفت لو عايز تربي جماعي هتتعامل ازاي، عايز تربي في قفص هتتعامل ازاي، ايه اللي هيكسبك، ايه اللي هينفعك. لو انت عندك اي مشكلة او في اي سؤال في الجزئية دي او في اي جزئية في الفيديو موضوع تربية في الاقفاص او التربية الجماعي، او واجهتك اي مشكلة زي ما قلنا في اول فيديو برضو، تابعنا في التعليقات واحنا هنرد عليك. لو عجبك بقى الفيديو دوس لايك واعمل شير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.